شوف الحضور هو حضور للاحتفال مع جميع الفنانين والفنانات والنجوم المغاربه بالعرض الوطني الاول لفيلم فلك ستاسيون. هذا الفيلم اللي فيه واحد المجموعه من النجوم خصوصا اللي غيديروا السينما لاول مره سي محمد جم من زهر كراكي، واحد المجموعه كبيره ايضا من نجوم المسرح والسينما والتلفزيون. اعتقد ان هذا العرض ما قبل الاول هو عرض للاحتفال بالسينما بالافلام المغربيه بكل ما يمكن ان نقدمه مستقبلا في قاعاتنا السينمائيه. يجب الاعتناء ايضا بتطوير هذا المجال ديال تسويق الافلام ورعايتها وتشجيعها واعطائها قيمتها والوزن الحقيقي ديالها. نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيلم ايضا يتسوق داخل وخارج المغرب بواحد الشكل كبير، واتمنى النجاح والنجاح لكل الافلام المغربيه. هل دور سعد المجرد الاضافه اللي غادي يعطي الفيلم؟ شوف المساله هو حضور سعد، حضور زها، حضور المنياري، حضور عاجل، حضور كل الممثلين والفنانين وحضور ذا قيمه. بدل انه حضور مغربي 100% فمعناه ان السينما بخير والحمد لله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.